شائعات والحقائق. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان ليه تقرير النهاردة رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة اللي فاتت. من أبرز الشائعات دي كان شائعات إجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإداري على الخروج للمعاش المبكر، وكمان شائعات حذف 172,000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي، وكمان شائعة فرض ضرائب على الأسر اللي عندها أكثر من طفلين، وعدد من الشائعات الأخرى.